اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيف النهارده اللي انا يعني كنت بستمتع بيه، كان باك عصري، كان رجليه الشمال زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله كان بيحرز اهداف رائعه، كابتن احمد نخله. نورك يا ابو يا رب يخليك يا سمسم، متشكر جدا وانا اللي بتشرف ان اكون موجود معاك في طبعا في قناتنا، قناه النادي الاهلي، وسعيد بالمقدمه دي طبعا وانتظر الفرصه طبعا. انا بقول لك يعني ما شاء الله وانت برضه كنت مهاجم جميل جدا وكنت ممتاز وتاريخك كبير جدا طبعا يا استاذ. يعني بس قول لي بس الهدف في التقرير، هدف الهلال السعودي في البطوله العربيه. الهدف الذهبي حلو جدا يعني جداً. ده يعني انا لو بتفرج مش هقول استحاله يبقى باك ليفت هو اللي بيحرز الهدف ده، ده مهاجم والله يا سمسم. هو طبعا اول حاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، كانت بطوله مهمه جدا على المستوى الشخصي ليا انا، يعني شخصيا كان موجود الكابتن ثابت البطل الله يرحمه مدير الكوره وقتها. بالظبط، كان موجود يعني عدد كبير جدا جدا الله يرحمه كابتن صالح حسين، كان هو رئيس النادي. كان العدد اللي موجود من اللعيبه النجوم الكبار دولت كان برضو حاجه قويه جدا جدا يا اسامه. ان كابتن شوبير كان موجود، حسام وابراهيم وكابتن اسامه عرابي ومحمود ابو الدهب، سمير كمونه، سامي قمصان، شادي، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، يا عمرو الحديد، ياسر ريان، مجموعه يعني مش عايز اقول لك كميه نجوم كبيره، مش عايز انسى حد، هشام حنفي تمام، فمجدي طلبه تمام. شعورك ايه وانت جاي؟ انت جيت من نادي المقاولين مع كابتن سمير كمونه، شعورك وانت داخل وسط النجوم وفي لعيبه النادي الاهلي؟ والله هو شعور كان يعني يعتبر يعني كانت خطوه يعني كبيره جدا، وكانت برضو الواحد كان بيفتخر بان هو هيلعب للنادي الاهلي، والحمد لله ما عداش وقت كبير يعني، وربنا وفقني في البطوله العربيه كانت في استاد القاهره طبعا، ان انا يعني اكون اساعد بجزء بسيط ان انا يعني اعطي للنادي الاهلي ان بطوله زي دي كبيره، بطوله عربيه. كان يعني وقتها كان الهلال السعودي ده كان فرقه كبيره جدا جدا ودايما كانت من الفرق المرشحه تاخد البطوله العربيه. بالظبط، يعني حتى لو انا افتكر حتى يعني يوسف السنيان كان من ضمن المجموعه دي من ضمن الهلال السعودي، الدعاية حارس المرمى. ما تعرضوا لنا الهدف كده واحنا بنتكلم. ايوه يا سلام، بص لسه بقول اعرضوا لنا الهدف، معانا على الخط على طول ان شاء الله. الاعداد ممتاز. بص بقى الهدف معانا كابتن نخله، كابتن ابراهيم حسن طبعا، ده مدافع قوي جدا، كان محترف، وكابتن ابراهيم حسن عمل العرضيه دي. انا نازل مكان هشام حنفي، مستر هولمان كان موجود الفتره دي، هو كان يعني بنبدل هشام وقال لي انت مش هتلعب يعني باك ليفت، انت هتنزل زي اهاف شمال يعني تكمل في الشق الهجومي، تعمل الزياده العدديه. هو توفيق من عند ربنا يعني، انا الحمد لله ربنا وفقني، لكن انا برضه عايز اقول لك حاجه ان ايه، التوفيق موجود، وانا برضه كان يعني الحمد لله يعني التكنيك بتاعي كان كويس جدا جدا، كنت مركز قوي ان انا برضه الكره ما جاتش في كتفي ودخل الجول يا اسامه، لا يعني لا انا مهيئ نفسي مستني بالظبط كده، رجعت خطوتين، توقعت خطا المدافع ان هو يشيلها بالشكل ده، وبرضه ان انا اخدها في الاستام دي طبعا، يعني ما شاء الله انت قريب من المكان ده يا اسامه وتعرف يعني ايه انك تجيب جون في فيرست تايم. الحمد لله توفقت فيها، ويعني الهدف ده بالنسبه لي هدف نقلني نقله كبيره جدا يعني جمهور النادي الاهلي.